بموضوع الجنسية وما جنسية، كل واحد بيرجع لوطنه وأصله أكيد، يعني هذا شيء أكيد. ولكن المغرب صارت فعلا، أنا بقول جنسي بسوريتي وروحي مغربية، يعني صرت متعود على المغرب، مجتمعي كله مغربي. فأنا بالنسبة لي كفنان جيت على المغرب كتير مرتاح فيه. أكيد في فنانين كتير يجوا على المغرب. لازم تعرفي شغلة واحدة، إنه المغرب بالنسبة لأي شاب وأي فنان غريب كفنان بيعطوه قيمة كتير كبيرة، وبيعطوه اكيد باي مكان ممكن تاخدي قيمتك. ولكن المغرب فيها مساحات وفيها قصص عن جد، في كتير فيك تعملي قصص كتير فيها. هلا بيقولك لا ما في انتاج، ما في كذا. اذا في انتاج شخصي وفي عندك قدره انه تعملي شيء لحالك وتكوني واثقه من امكانياتك وتكوني واثقه باعمالك وعندك مجتمع حلو جنبك بيساعدك، فاكيد المغرب راح تعطيكي اكثر ما انت تعطيها. النخوه والمرجله وطيبه القلب والبساطه. رفيسه كتعجبني، رفيسه كتعجبني، الكسكس كان حماق على البرقوق. هذا كنت حاطي لي قدامي بس كل مشاكلي لحم برقوق. هلا انت كل شيء عم تشوفيه وارد عند الفنانين، اكيد وارد عندي تماما. ايه فانا بالنسبه لي ما عندي اي اشكال تكون مرتي سوريه، زوجتي سوريه او زوجتي مغربيه، ابدا ما عندي اشكال، لانه هذا الشيء بيبقى نصيب من عند الله سبحانه وتعالى. وفين بتشوفي انت الوقت المناسب اللي انت لازم تاخذي قرار وتكون البنت المناسبه تاخذي مع هذا القرار، سواء كانت أي جنسية من أي بلد من أي تفصيل، اللي كتبه لك الله سبحانه وتعالى فهو اللي حيكون. فأنا ما عندي مشكلة نتجوز مغربية، أكيد ما عندي مشكلة. الأغنية المغربية اللي وصلت أكيد في سبب كتير فنانين. أنا بالنسبة لي الفنانين الموجودين في المغرب يعني هنا عملوا إضافة للأغنية العربية ودخلوا الأغنية المغربية، وصارت العالم مثل سوريا مثل لبنان صاروا بيسمعوا الأغنية المغربية واللهجة صاروا بيحفظوها. هلا كانوا في صعوبة يتفهموا شوي، كون الدارجة شوي صعبة، ولكن من كتر ما الدارجة كانت سهلة في الغناء كانت سهلة عند قلوب العالم. لا في كتير فنانين ساعدوا بوصول الغنية المغربية مثل حاتم عمور، فنانين أسماء النور، سعد المجرد، أحمد شوقي، كتير في فنانين أسماء ساعدوا لحتى يوصلوا الغنية المغربية، وفعلا وصلوها بطريقة حلوة، قدموا رسالة كتير كبيرة وكانوا قد المسؤولية جميعا. لهلا أنا بصراحة لهلا كلهم بحبون وكلهم بحترمون جدا، وتحية كتير كبيرة لهم إنه قدروا يعملوا إضافة للغنية المغربية وحطوها في المرتبة الأولى من بين الأغاني العربية. هذا كتير مسؤولية كبيرة.